شخصية طيبة ترتبط بليلة عيد ميلاد السيد المسيح. رجل عجوز ذو لحية بيضاء وثوب أحمر، صاحب الوجه الضحوك، يحمل بيده كيساً مليئاً بالأمنيات والهدايا للأطفال. لكن البعض يجهل أن الشخصية الحقيقية لبابا نويل أو سانتا كلوز كان القديس نيكولاوس، الذي انتشرت سيرته العطرة وعمت أماكن عديدة في العالم، حيث كان الجميع يتبادلون الهدايا في عيد الميلاد على اسمه. عاش القديس في القرن الخامس الميلادي، وكان مطرانا ورجلا تقيا يحب الناس، فاهتم بشكل خاص بالأيتام والفقراء والأطفال، كما اهتم بالأرامل ودافع عن المظلومين والسجناء، وأعرب عن اهتمامه هذا بتوزيع الهدايا عليهم في ليلة عيد ميلاد السيد المسيح دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وتوفي القديس نيكولاوس في السادس من كانون الأول عام 346. عيد الميلاد أو الكريسماس من المناسبات التي لها مدلولات تاريخية ودينية، وتحمل في بعض طقوسها الموروثة العديد من المشاعر الإنسانية والمحبة للآخر، التي هي من أولى تعاليم السيد المسيح.